بس من المفترض انه عند الاهل يصلحوا عشان يكونوا طبعا يعني لا مثلا رسم او يعني وارد واردين ما غطين ازويج تغطين لانه راتب يعني انسان يقول اسمع لك مثلا بسيط اللي هو يعني بالي هذا بلكي مشروع كربحي شوي. قررت اداره المركز اعلان عطله حتى يتم القضاء على هذا الفيروس او السيطره عليه بشكل عام، كون الطفل هو اكثر عرضه لتلقي هذا الفيروس، فما بالك طفل التوحد هو اقل مناعه من الطفل الطبيعي. نحن لم ننقطع كليا عن الطفل بشكل تام، وانما هناك تواصل بين الاهالي وبين الكادر بين الاداره وبين الاشراف الفني. بشكل عام يعني الطفل باعتباره متعود على المركز فراح يتراجع سلبا. فبشار مشي بالمركز بشكل كويس على برنامج معين، ونحن مرتاحين من عمل بشار بالمركز ومجيئه، ونشعر انه عم يستفيد وعم يتأهل شوي شوي. طبيعي الان وقف موضوع توقيف الدوام انعكس سلبا لا شك عليه، هذا الانقطاع ترك فراغ بينه وبين مركزه وبين خطة تأهيله. تعدا قالك ليتي ايش برغو ناتشي مركزي مثلا تشي مركزي ان سايبي سليمان افشتتي خوستن تي في مثلا في اما دشتي خوستن افتقتي حافظكي وايمالي اي دعوي الخوا خوكي بكادر زي مبدا بس وكي دي جو ناتشي مركزي خلاص وقت تشكيني افد نجمناي خوستن واجبنينا يعني جيب خوستن بكي اي بس يعني قالك يتعدل واتي Thank you.